يسعدني واحنا داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التطوير والتجديد الجميل. لمسة الجمال موجودة داخل الاتحاد والأناقة والشياكة الحقيقة، وده كمان بيبقى عنوان للناس اللي بتدير. ده مهم جدا ازاي ان حضرتك بتشتغل في جو شكله حلو، جو هادي، جو طيب كده، الأجواء كلها. وانا اصلا يعني المكان ده انا حافظه من سنة 2000 او قبل كده، من قبل كده، لان انا كنت زمان وانا في منتخب الشباب سنة 78 كنا بنعسكر هنا في الاتحاد. كان فينا معسكر، كان فينا غرف نوم للاعبين، وبنتردد على الاتحاد من زمن بعيد، وكل حد بيحط ايديه فيه وكل حد بيحاول يطور بنقول له متشكرين. لكن الحقيقة المرة دي واضح ان في ناس عايزة تشغل بجد، عايزة تعمل حاجة. هنتكلم كتير على اللوائح، هنتكلم كتير على القوانين، لكن حابب ابدأ بلمسة الجمال الموجودة في الاتحاد. وانا معايا الحقيقة السيد عمرو الجناني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. استاذ عمرو مساء الفل، ازيك، اخبارك، وحشني جدا. اهلا بحضرتك يا كابتن احمد، اهلا بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك، منوره بيك. يعني انا اتبسطت الحقيقه، يعني الشياكه الاناقه بابسط شيء ولكن مدي انطباع جميل لواحد. انا دخلت الاتحاد كتير زي ما انا قلت لحضرتك، لكن حتى حد اول مره بيدخل الاتحاد اعتقد بيحس ان في تغيير ولو من حيث الشكل الاول قبل ما نتكلم على المضمون. الحمد لله، والله يعني احنا 100 سنه كوره كابتن احمد. صحيح، السنه الجايه ان شاء الله احنا 100 سنه كوره. فابسط حقوق الناس اللي ساهمت والناس اللي 100 سنه، المشوار الطويل قوي 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 اللي خلت الكوره المصريه لمكانتها دلوقتي، والتاريخ الطويل قوي قوي قوي، ابسط حاجه، ابسط رد للجميل وعرفان بالجميل ان احنا نقول لهم كتر الف خيركم، اساميكم محفوره هنا، التعب اللي تعبتوه لبلدكم على الاقل ليكم او لاولادكم او لاحفادكم هيجي في يوم من الايام. اي حد هيجي يبص يقول انا ابويا هنا، انا جدي هنا، احنا ساهمنا في هذا المكان، احنا ساهمنا في الكرة المصرية. هو ده، هي دي الرياضة. نعم. هي دي الرياضة اللي نعم. هي التاتشات الجميلة، التاتشات الحلوة اللي الناس كلها تفتح قلوبها كده وتنظف، وربنا نعم. يكرم الجميع. انا على مدى تاريخي في الاتحاد الحقيقة اول مرة لقيت نفسي صورة، بس المرة دي لقيت 3 صور، وده جميل ان انا خارج الاتحاد. يعني صورة وانا مع منتخب 86، وده امر اسعدني جدا. صورة مع دارة الالعاب الافريقية 87، ده وانا لاعب. صورة وانا مسؤول مع منتخب الشباب لما خدنا المركز الثالث. لسه كمان نصبر، ده غير الصور كمان، ده انا هاخد منك الجوانتي بتاعك، وهاخد منك الفانيلا اللي لعبت بيها كاس العالم. ده امر يسعدني والله. انتوا ناويين على متحف بجد بقى؟ لا لا، انا ناوي على متحف، وان شاء الله يمكن ده ريسبشن، يعني هنقول ان ده ريسبشن اللي موجود فيه على قد المكان وعلى قد ان شاء الله السنة اللي جاية باذن الله في مشروع الهدف في المبنى الجديد هتعمل متحف فعلا. في مقتنيات، عندنا افكار كويسه قوي، عندي اداره تسويق هنا اكتر من ممتازه. نعم. سواء يسرى او حماده زاهر، زملائي في اللجنه الخماسيه والمجهود اللي عملوه، سواء الدكتور جمال او فضل او احمد عبد الله او الدكتوره سحر. مش عايز اقول لك الناس، ما يعني ما يمكن احنا من ضمن الحاجات اللي كانت بتقال لنا انتوا اداره الاعمال اليوميه. إدارة الأعمال اليومية، أنا لازم الاتحاد يبقى في أروع صور. نعم. وبالإمكانيات اللي موجودة أطلع أحسن حاجة ممكن تتعمل. خد بالك، يعني الحمد لله المنظر الجميل اللي أنت شايفه اللي حضرتك أشدت بيه كتر ألف خيرك، لسه كمان أنا هعمل فوت برنت، أنا هعمل هجيب الناس. في الناس العظماء بتوعنا، في كابتن حسن شحاته، في كابتن الخطيب، في كابتن شوبير، كابتن عصام الحضري، كابتن حسام حسن، كابتن جمال عبد الحميد، كل الحاجات دي المقتنيات بتاعتهم لازم تكون هنا. يمكن احنا سافرنا بره وشفنا الدنيا عامله ازاي، وشفنا الاتحادات، وشفنا الناس بتهتم بالليجندز بالناس القامات دي كلها. نعم. ازاي احنا مش اقل منهم. وبعدين انا ما بخترعش العجله، يعني هي الدنيا مفروض انها تكون كده. ده صحيح. يعني انا مش هقول لك احنا اخترعنا واحنا عملنا واحنا لا 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 لا، احنا ده حق الناس اللي اشتغلت والناس اللي اجتهدت علينا، ان ابسط حاجه تاريخ، والتاريخ ما بيتزورش. طب خليني اسالك بقى، يعني انتوا كنتوا اتحاد سيء الحظ ولا كنتوا اتحاد حسن الحظ؟ انتوا جيتوا على تحديات عنيفه جدا وشديده جدا جدا من البداية، خسارة بطولة الأمم الأفريقية، كان عندكم التنظيم بتاع بطولة الأمم تحت 23 سنة، طريقة الاختيار، المجموعة اخترتوا بعض ازاي، الدنيا مشت ازاي، البداية كانت صعبة كانت سهلة، لازم تحكي لي.
يمكن اخترنا بعض ازاي دي 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 من البدايه خالص. الناس كلها عارفه الترتيبه الدوله والفيفا لحد ما جينا لقينا احنا الخمسه نسينا بنشتغل مع بعض. بتتكلم سيء الحظ ولا سعيد الحظ؟ لا انا سعيد الحظ جدا والمجموعه دي سعيده الحظ جدا ان احنا لقينا بعضنا اشتغلنا كلنا اجتمعنا على راي واحد كلنا اجتمعنا على احنا جايين نشتغل عايزين نبص يمين ولا عايزين نبص شمال لا بنبص الانتماءات عمرنا ما هنبص الانتماءات عمرنا ما هنقول عمرنا ما هنجامل علشان الموجه تعدي لا الكلام ده مش هيحصل من اول يوم اتفقنا على حاجه. ويمكن هقول لك حاجه يمكن انا برضو خدتها وقلتها اكتر من مره سياده الرئيس مره طلع قال المجامله هي اول طريق الفساد. صحيح انا لعمري ما كنت فاسد ولا هكون فاسد الحمد لله. وبالتالي عمري ما هجامل ولا طبيعتي ولا شخصيتي ان انا هجامل. هنعمل الصح يعني هنعمل الصح. هتقول لي مطامع انتخابيه ما عنديش مطامع انتخابيه. هتقول لي جامل فلان علشان فلان عنده كم صوت لا 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 لا, لا ولا يفرق معايا الكلام ده خالص. طب جامل فلان عشان فلان ما يطلعش يقول كذا ولا بخاف من حد ولا يفرق معايا غير ان انا اعمل الصح. احترامي وتقديري لكل عناصر اللعبه بس ولا اي ضغوط في الدنيا هتضغط عليا هعمل غير اللي يمليه عليا ضميري وربنا هو اللي هيحاسبني. ما قلقتش؟ لا 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 لا, لا, لا. رغم صدامك او بلاش صدامك صدام البعض معاك وخلينا اكون اكثر وضوحا يعني حصل بيانات من الاهلي وحصل بيانات من الزمالك وحصل هجوم اعلامي و و و و هل ما كانش فيه علاقه ما كانش فيه اتصالات ولا اللي ممكن بنشوفه على وسائل الاعلام الكواليس المغلقه غيره خالص؟ في علاقات في وقت من الاوقات في العلاقه موجوده بس حضرتك خد بالك الكلام ده لا يفسد للود قضيه خالص. نعم انا جاي لا بنفذ بأهواء ولا بانتماءات أنا معنا لايحة. نعم. احنا من أول يوم يا جماعة أول حاجة أنا بشوف اللايحة اللي بتحكمني إيه اللي بتحكم كرة القدم هي إيه وبنشتغل بيها وفي لايحة مسابقات وفي لجنة انضباط اتعملت. نعم. كل ما هو داخل السرب أهلا وسهلا بيه عمرنا ما هنيجي على حد ببند مش موجود في اللايحة الكلام ده مش موجود فانا بطبق اللائحه. لو تطبيق اللائحه ده الناس شايفاه او حد شايفه ان هو مش صح يبقى معلش هو اللي مش صح انا صح. طب انت قلت نقطه مهمه جدا في لجنه انضباط اتعملت. تمام. حضرتك لما جيت ما كانش في لجنه انضباط؟ لا طبعا حضرتك سيد العارفين عشان الناس تعرف يعني لا ما كانش في لجنه انضباط خالص وكانت الجزاءات على الورق اللجان موجود لكن معطلة مفيش لجنة مفيش أشخاص ويمكن عايز أقول حاجة إن لو حضرتك بصيت على النظام الأساسي حتى بتاع الفيفا أول حاجة موجودة لجنة الانضباط ولجنة أساسية فاعلة زي لجنة مسابقات بالظبط. نعم. فإحنا النهاردة زي ما بنقول برضو إحنا ما اخترعناش العجلة. نعم. إحنا كل اللي قلناه السيستم بالشكل ده ادي الرولز اللي احنا بيتحكم بيها كرة القدم هنا في مصر اللي هيخرج بره هذا الاطار في جزائه مع الخروجات الكتيرة ومع العقوبات الكتيرة. ويمكن انت كنت هنا حسن الحظ اقدر لك في سيادة المستشار سيد بن داري الحقيقة رجل فاضل شديد الاحترام بكل طبعا. امانة يعني لكن بقى في عقوبات يعني ماتش السوبر كان في عقوبات كتيرة جدا رؤساء اندية تعامل عليهم عقوبات مشرفين على الكورة مديرين كورة لاعبين و ما حصلش اي نوع من هنا مش عايز اقول هزة لكنه نوع من المواءمة مع البعض. حضرتك تقول وانا وقمت مع حد ما تهزتش شعرة لأي واحد هنا في اتحاد الكورة فندم أنا صح. وبعدين مع احترامي وتقديري لكل الناس هو مين اللي بيحكم؟ قاضي. نعم. اللي بيحكم مستشار جليل. نعم. بيحكم بإيه؟ بيحكم بلايحة. نعم. وبيحكم بوقائع. أي. وبورق. هو احنا هنطلع نقول على القاضي كده؟ مش مقبول من أساسه. وأقسم لك بالله ما حصلش في مرة من المرات حتى ان حتى تم مناقشه عقوبه ده كده كتير انا مالي مش بتاعتي وعلى فكره انا يمكن السؤال ده انا سالته
في 7 يناير في الحفله بتاعت الباس بلاير هنا في اللي كان كل الاتحاد الدولي اللي موجود. أيه. يا جماعه لجنه الانضباط قال لك طب انتوا قال لك انت اللي بتحكم، انت اللي انت تشوفه، لجنه الانضباط اللي انت جبت موافقه عليها من هناك من الفيفا اللي بتحكم. نعم. قانون الكوره ده صحيح. تكوينها كذا 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 كذا، لها مطلق الحريه في اي حاجه، وقرارها لا يرد. يعني في درجات تقاضي موجوده، في استئناف، في طعن، في 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 اللي مش عاجبه يطعن واللي مش عاجبه يستأنف فوق راسي من فوق. واحنا استاذ عمرو، يمكن ايقافات اللعيبه بنشوفها، لكن الغرامات اللي موجوده عند المسؤولين، البعض بيطلع بيقول لك ما بدفعش مليم ولا حد يقدر يخصم مني وانا مش هنفذ هذه العقوبات، البعض بيطلع بيقول هذا الكلام، هل بيتم تنفيذ هذه العقوبات؟ حضرتك احنا مش في غابه. نعم. كويس، احنا مش في غابه، احنا في دوله بتحكمها قانون. نعم. احنا في مكان بيحكمه رولز معينه، الكلام ده لازم هيتنفذ. نعم. وهتدفع او مش هتدفع، ما في مستحقات لكل نادي، لكل نادي هنا. وفي محطات زي ما بيقولوا. أيوة. يعني في حضرتك في قيد، في كذا، في نعم. في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. موضوع ان العقوبات ما بتتنفذ، لا يا فندم. ويمكن احنا يعني برضو مع احترامي وتقديري لكل من سبقوني، انا جيت كان في ارصده كتيره جدا. صحيح. جدا ده صحيح. جدا مفيش حاجه بتدفع للانديه. انا نعم. صفرت العداد في يناير، صفرت يعني في يناير اللي رحت مصفر العداد، وابتدينا كله من اول وجديد تاني. اللي تم تنفيذ العقوبات، اللي عليه فلوس جابها، اللي ليه فلوس خدها، كله لازم يتنفذ. بالمناسبه حاجه من مين يعني ليه؟ وبعدين ده قانون ولايحه بتحتم هذا الكلام. احيانا بيبقى عليك هجوم عنيف، وماله وماله وماله، ما بيفرقش معاك ولا يفرق. بص يا فندم، انا جاي بخدم بلدي. انا جاي في عمل عام، اعلم كويس جدا جدا. انا جاي في اكتر من اكتر المناطق الحساسه في ده هذه صحيح. البلد ده صحيح. جاي عارف كويس جدا، وعارف طبيعتي في الاداره، وعارف شخصيتي. انا جاي هاخد قرارات، والقرارات دي للصح. نعم. اي قرار يا كابتن شوبير هتاخده هيزعل حد، وفي حد هيبقى مستفيد. حتى لو مستفيد 0.25%، هتلاقي في كوم من الناس زعلانين مش عاجبها وبتهاجمها. ده صحيح. حضرتك مثلا انت لما بتقول مدرب للمنتخب، تجيب مدرب، في 10 زعلانين، في 10 زعلانين. نعم. طب هجيب ال10؟ مش هينفع، علشان ما زعلش. طيب يبقى اللي انا شايفه صح هو اللي انا هعمله، مع احترامي وتقديري لكل الاطراف مش هعمل غير الصح. طيب ما تزعلش من سؤالي اللي جاي. اتفضل. عمرو الجنايني معروف انه زملكاوي زي ما انا معروف ان انا اهلاوي. بتخلع انتمائك هنا في الاداره، ده وضع طبيعي جدا. حصل خلافات عنيفه جدا بينك وبين النادي الاهلي، رغم ان انا اعلم ان لك علاقه طيبه جدا بالكابتن محمود الخطيب وكل المجلس، وكل المجلس. لكنه كانت المفاجأة انه ناديك بقى بيتك، نادي الزمالك، هو اللي بيهاجم استاذ عمرو الجنايني بما هو معروف، عضو مجلس إدارة سابق في نادي الزمالك، راجل معروف سمعته واسمه وتاريخه. يعني هل الامر ده احزنك انه الاهلي غاضب منك والزمالك غاضب منك وحملات الهجوم العنيفة اللي كانت عليك؟ هاخد قرار. ما تزعلش، طالما هتاخد قرار وانت في قرارة نفسك، انت عارف كويس قوي قوي ان انت بتعمل الصح ومش هتعمل غير الصح، ولا تلتفت لمخلوق. حملات وبتاع حاجات الكترونيه دي اللي بتتعمل، اللجان الالكترونيه، واللي 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 اي دونت كير خالص. وحضرتك شفتني في يوم طلعت علقت على حاجه، شفتني في يوم طلعت رديت على اي كلام، لا، اي اساءه او اي حاجه لا يقبلها احد طبعا. وبالاطار القانوني احنا بنشتغل بالورقه والقلم. نعم. لكن انا ما عنديش ولا شيء شخصي احب واكره دي على جنب في بيتنا. انما في شغلي انا لا بحب ولا بكره. سواء في شغلي المهني اللي انا باكل منه عيش. نعم. او هنا في شغلي في اتحاد الكوره والعمل اللي انا بأديه لخدمه بلدي. خليني اسالك على سؤال مهم جدا. فضل يعني. فضل. اصعب تحدي واجه العالم وليس مصر فقط الكورونا. طبعا. توقف النشاط الرياضي لدرجه ان البعض رمى الفوطه، قال خلاص. في دول، فرنسا لغت الدوري، الامارات لغت الدوري، وان كانت قليله الجزائر لغت الدوري، وفضلنا احنا في مصر ملقلقين رايحين جايين، الدوري هيتلعب، الدوري مش هيتلعب،
وقصص وحواديت. طب الغي الدوري ده، طب اعمل الدوري الجديد. عايز اخش معاك بقى هنا في الملف الطبي. اتفضل. ازاي اشتغلته في هذا الامر؟ واعتقد انك من جواك انت والاتحاد كنتوا اسعد الناس انه الحياه رجعت تاني. راضي وفخور. راضي وفخور طبعا بالاداء الاكثر من رائع. نعم. لزملائي سواء مجلس الاداره او العاملين في الاتحاد او اللجنه الطبيه دكتور محمد سلطان. نعم. والتناغم والتناسق اللي تم بين لجنه وزاره الرياضه ووزاره الصحه عشان نطلع بهذا البرودكت اللي بالستاندرد العالميه كلها اللي كل الناس بتعمله احنا بنعمله، والمرونه في تغيير في اي وقت من الاوقات البروتوكول عشان وزاره الصحه عملت كذا نرجع نقول البروتوكول الجديد. الموضوع بيتطور زي ما حضرتك عارف لا يخفى على احد. كل بروتوكولات العلاج بتتطور بين وقت للتاني. ده صحيح. مش عايز اقول لك كم المرونه اللي كان موجوده من الناس المحترفه المخلصه اللي اشتغلت على هذا الملف علشان نوصل للي احنا وصلنا له ده. فاعتقد رجوع الدوري، وزي ما هرجع تاني نكرر ان هذا الموضوع يوم ما تقال هنرجع ولا مش هنرجع والكلام ده كله، كل كان مستني قرار الدولة. ده صحيح. وارجع تاني واقول الفيفا لأول مرة في حياتها تدي حاجة في ايديها او في ايدين الاتحادات الى الحكومات. مظبوط. يوم ما طلع القرار يوم المؤتمر الصحفي بتاع الدكتور اشرف مع سيد اسامه هيكل، مع الوزير اسامه هيكل، وطلع هذا المؤتمر اللي كان في مبنى وزاره الاعلام وتحدد فيه هذا الكلام وان هذا القرار هو قرار دوله، كنت انا قبلها بقول لك ايه، انا حاطط كل السيناريوهات ومره طلعت معاك قلت لك انا هدوس على الزرار. مزبوط. هنشتغل تشغيل. هدوس على الزرار هنشتغل عدم تشغيل. نعم. الحمد لله كنا جاهزين، كل واحد عارف دوره. وصلت باحترافية اكتر من ممتازة. نتائج اكتر من رائعة الحمد لله. ربنا يا رب كمان يشفي الجميع وما نحتاجش لأي حاجة تاني. دوري شبه انتهى، حاسس انه ده كان قرار صحيح عودة الدوري، ولا كان من الافضل انك تبدأ الدوري الجديد وتلغي الدوري اللي احنا فيه؟ كابتن شوبير الدنيا كلها اشتغلت. ايوه الدنيا كلها اشتغلت. يعني احنا ما هو ما كانش فيه مطاعم، المطاعم رجعت. مزبوط. ما كانش فيه صلاة، جوامع، نعم، كنايس، الناس كلها رجعت. وبعدين احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا تسعة، اواخر تسعة خلاص. حلو قوي. نعم. لو الدوري ما رجعش، نعم، ساعتها مش كنا هنبتدي دلوقتي بنلعب الدوري الجديد؟ طيب هو الشكوى ان انا العب خالص ولا الشكوى ان هو قديم وجديد؟ نعم صحيح. هو ده السؤال اللي بنساله لنفسنا. نعم. طيب يا جماعه قديم وجديد ده احنا النهاردة هل الموضوع يسمح ولا ما يسمحش؟ هيتزنق على فكرة. النهاردة حضرتك بص الفرق بين الماتشات قد ايه؟ ثلاثة ايام، ثلاثة مرة، ثلاثة ومرة مرة أربعة، ثلاثة مرة ثلاثة ومرة أربعة. نعم. أي حتة في الدنيا ازاي؟ ده ساعات كله 48 ساعة. الله ينور عليك. نعم. الله ينور عليك. فإذا الموضوع مش زنقة قوي. الحظ خدمنا في حاجات كتيرة جدا. طبعا. طبعا. الغاء بطولة العالم العسكرية. نعم. الغاء كاس الامم. نعم. التصفيات، كل الكلام ده وسع لنا قوي قوي. ده صحيح. ان انا الموسم اللي جاي برضو مش هبقى مزنوق. فنتعشم الامور تمشي بخير ونخلص الموسم الرياضي بتاعنا. هخلص الدوري ان شاء الله، هخلص الكاس. هتخلص الدوري والكاس ان شاء الله طبعا. بس الكاس هيتأخر. بالك بقى كمان. اتفضل. احنا النهارده بنتكلم انا وحضرتك على الدوري الممتاز فقط. نعم. ده انا عندي جبل ورا. نعم. ده انا عندي تانية وتالتة ورابعة. واشتغل بالفعل التانية. نعم. بالظبط كده. نعم. وعندي تالتة ورابعة. هتشغل كله. كله هيشتغل. ومش هيحصل حاجة اعتبارية. يعني موضوع. مش هيحصل حاجة اعتبارية. لا يعني مش حاجة اقول مش هتصعد او تهبط او بتاع اعتباري، لازم هيكون من خلال المسابقة نفسها. نعم. هكمل مسابقاتي للآخر. بمناسبة المسابقات يا ريت بقى يعني الناس بصراحة عرفوا ان انا جاي اسجل مع حضرتك النهاردة، وكلهم بيسألوا يعني الدوري الممتاز وظروفه معروفة والبطل والهبوط وكل حاجة، لكن الاقسام التانية بدأوا يشتكوا يعني تعرضنا لظروف صعبة جدا، التوقف كان فترة طويلة جدا جدا و وكان نظام الهبوط كان اصلا يعني مبالغ فيه قوي، عدد الهبوط وطريقة الصعود نفسها. هل هناك مرونة داخل الاتحاد
في النظر في موضوع الهبوط والصعود للدرجات الأخرى؟ بص يا كابتن أحمد، أنا الحمد لله يمكن حتى في الزنقة بتاعت الكورونا والموضوع بتاع عودة النشاط وكيفية عودة النشاط وموضوع بنود اللائحة اللي احنا طرحناها على الناس، الموضوع ده كنا محظوظين ان احنا قعدنا مع اعضاء الجمعية العمومية كويس. الاول القعدة مع الاعضاء كان فيه هجوم عنيف على الاتحاد وقالوا انه اللينك مش موجود او التواصل مش موجود بينكو وبين اعضاء الجمعية العمومية. الجلسات دي شايف انها دوبت الجليد وقربتكو جدا من الجمعية العمومية وكان مطلوب رائعة. وعلى فكرة حضرتك لا كان في جاب موجوده ولا الكلام، ما كانش في اتصالات بس، لا يا فندم حصل اتصالات وحصل مندوبين جم قعدوا معانا هنا وقلنا لهم يا جماعه احنا وعايزين اقتراحاتكم وارجوكم وتعالوا اقعدوا مع بعض وتعالوا لنا وليك عليا لو عرضت عليا اي حاجه هنقعد على الترابيزه لو الكلام ده قابل للتنفيذ ولا للمصلحه العامه ومصلحه الكره المصريه اعتبره تم. حصل بعدها الظروف بتاعه الكورونا، يقول لك الناس ما بتقعدش، يا جماعه الناس ما بتخرجش من بيوتها، ده صحيح. فاحنا النهارده حضرتك بس عشان الناس بتنسى، احنا تقريبا من شهر 3 لحد اخر 6 اول 7 اول 7 احنا بدانا النشاط 20/7. الله ينور عليك. فكل الكلام ده تقريبا كانت الحياه كانت مغلقه، خليك بالبيت. ورغم كده يوم ما قلنا هنرجع النشاط يوم كذا 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 كان بعدها على طول اعلنا يلا نقعد مع الناس، وعشان التباعد خدناهم على مجموعات. كان مجهود اكتر من رهيب ان احنا نقعد طبعا فوق راسنا من فوق وده بيتهم واي حد يجي في اي وقت، لكن ابتدت ايه زي ما تقولوا ايه دوبت الجليد. يا جماعه احنا مش عايزين غير المصلحه، احنا مش عايزين غير كذا. ابتدت الناس تاخد وتدي. طب كويس. والله ده الناس دي مش عايزين حاجه فعلا. او يعني مش جايين زي ما بيقولوا ده المستعمر الاجنبي يعني. فاعتقد انها كانت فتره كويسه ان احنا قعدنا مع الناس. نظام المسابقات بقى هل في مرونه؟ ما انا بقول لك سمعنا ان شاء الله كويس. وكل الكلام ده قيد هنشوف اللي فيه المصلحه ان شاء الله يتعمل. انت قلت كلمه حلوه في لقائي مع حضرتك السابق يعني وكررتها، لن يظلم احد. لن يظلم احد، واكدها لك تاني. لا في مجهود هيروح ولا في بص اهم حاجه في اي قرار ان انا هاخده مين اللي متاذي من هذا القرار. تمام. فاكررها لحضرتك تاني لن يظلم احد من الدرجه الرابعه لحد الدوري الممتاز. لحد الدوري الممتاز يعني كل واحد تعب واجتهد احنا هياخد التعب اللي تعبناه ده كله. عشان ما اقولش اعتباريا كذا او جداره رياضيه. او كل التعب اللي احنا تعبناه وكل المجهود الرهيب اللي اتعمل ده عشان في النهايه بحاول اوصل لاقصى عداله ممكن، انها ما حد هيوصل للعداله 100% يعني طبع. لكن على الاقل هيبقى عملنا اللي علينا ووصلنا لاعلى قدر من العداله. خليني يعني الحوار هيبقى رايح جاي مع حضرتك يعني اروح مثلا لبطوله 23 لما باجي وانا خسران بطوله كبيره زي الامم الافريقيه. بطولة تقيلة يعني متعودين في مصر لما بننظمها يا بناخدها يا على الأقل بنبقى في نص النهائي يعني. من 74 كنا في نص النهائي، في 86 واخدين البطولة وقعدنا فترة طويلة ما ننظمهاش لحد ما جت البطولة دي والأمور كانت بتبشر بالخير، لكن حدث ما حدث يعني. هل شفت التحدي كان موجود في بطولة 23؟ والتحدي لا أقصد البطولة نفسها، التنظيم، القرعة، ثم البطولة، عدم عشان نكون صراحة مع بعض عدم حضور الجمهور في البداية، ثم هذا الزخم الغير عادي في مباراة نصف النهائي والنهائي. بص يا فندم، أنا يمكن لما أول ما جيت وفي تحدي شهر 11 هنعمل كذا وفي 3 شهور والجدول مزنق قوي قوي قوي، عايز نعمل منتخب وعايزين جهاز فني وعايزين، وابتدت بعدها القرعة، عملنا القرعة، ابتدينا ان احنا مش عايز اقول لك حاطط مصر دي ان في ستاندرد معين طبعا نو واي ان احنا ننزل عنه. نعم. ويمكن الاشاده اللي تمت فيما سبقونا بالتنظيم الاكثر من مبهر ومدهش، ده صحيح رائع، في زي ما بيقولوا ايه علينا البنش مارك. مع ان الايفنت اقل، لكن في نفس الوقت احنا قلنا والتكاليف اقل جدا جدا أكيد. جدا مؤكد طبعا، لكن ما حدش حس ان هو في احنا قلينا في المستوى. لا الحمد لله يا رب. صحيح. بشهاده الناس كلها، بشهاده كل المؤسسات الدوليه بعتت لنا شكر بتشيد بهذا التنظيم.
توج بقى هذا الكلام بمجهود الناس المحترمه اللي كانت بتشتغل جهاز فني ولاعبين، ومعهم طبعا دكتور احمد عبد الله مش هنساه، هو المشرف. جميل احمد عبد الله طبعا، اخويا وحبيبي طبعا. ف الحمد لله جبنا لمصر كاس، والكاس فين هنا اهو. لسه هنتكلم في موضوع الكؤوس ده، ده موجود اهو. اه لا ده موجود، ده لسه هتكلم في موضوع الكؤوس، لكن حسيت انه ده كانت مكافاه على المجهود اللي اتعمل. فرحت قوي، فرحت قوي. الله، جمهور اللي ما كانش بيجي ده، وفجأة يعني انا كان معايا تذاكر، يعني الناس كتر خيركم باعتبارنا يعني ناس سابقين فبتقدرونا، يعني يا اخوانا حد عايز تذاكر، حد عايز دعوات، يعني احسن الناس تفهم غلط، دعوات يعني مفيش. وبعدين جيت بقى لقيت سيمي فاينل والفاينل وطوفان. انا هقول لك حاجة، قول. انا يمكن كان في لينا قاعدة كده كل قبل كل ماتش، بروح انا ومع الوزير دكتور اشرف ومعايا فضل والدكتور جمال واحمد عبد الله طبعا موجود، وكلنا وسحر بننزل نروح اخر غدا ده او اللي هو بين الغدا والعشاء للعيبه. كويس. السيناريو ده انا من اول يوم قايله، انتم يا جماعه هيبقى اول ماتش وتاني ماتش، ان شاء الله هنملى الاستاد ونجيب شويه ناس وبتاع. وابتدينا فعلا نجيب ناس ونجيب مدارس ونجيب بتاع، ابتدت الدنيا الشباب والناس. قلت لهم بصوا ده في ايديكم، انتوا اللي هتعرفوا تجيبوا الجمهور. ادائك بصرف النظر ما تفكرش في اي حاجه، انت ادائك ويعني استقتالك في اللعب واللي 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 هو اللي هيجيب لك الناس. نعم. تاني ماتش الاستاد ابتدى يتملي اخر تذاكر. من اول تالت ماتش بقى مفيش تذكار، مفيش. من اسعد لحظاتك طبعا، لقطتك انت والوزير، وانت اكيد بتحطها خارجه من القلب ومن لا لا. وبعدين هو الولاد رجاله قوي قوي بجد يعني، وانا اكتشفت ناس كتير جدا، حتى لعيبه كان اول مره اشوفهم. لا شفت رمضان صبحي تحمل المسؤوليه، حاجه كابتن بمعنى طبعا. انا بقول لك انا طبعاً. انا قلت له ساعتها قلت له يا رمضان انا اكتشفتك. لا لا حاجه ايه ده، محمد صبحي، اسامه جلال، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، والتوهج اللي مش طبيعي. انا اسف ان انا بنسى اكرم توفيق، اكرم طبعا، الاولاد كلهم يعني هقول اسمائهم كلهم طبعا في نهايه الحلقه ان شاء الله لانهم يستحقوا. لكن دي كانت اول حاجه بتحس انه لا ربنا واقف جنبك والامور ماشيه بشكل صحيح. والله العظيم يا شباب وحياه ربنا، انا الحمد لله يا رب، انا ربنا كرمني قوي 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 قوي. ما هي بس المشكله انت عندك حاجه واحده بس، نظف قلبك كده من جوه، هتلاقي انت هو الواحد لا شاطر زياده عن اللزوم ولا نبيه زياده عن لا 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 لا، النيه سليمه وبتشتغل بما يرضي الله ربنا، مفيش اكرم منه. صف النية ونام في البرية. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وجد الترحيب بضيف العزيز استاذ عمرو الجناني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. اللي انتم بتعملوه في الاتحاد، البعض ايه يقول لك والله دي ناس جميلة وبتشغل لوجه الناس، يقول لك لا سيبك من ده كله، ناس دي داخلة انتخابات وفي حدوته هتحصل، والدليل ان هم مدوا 4 شهور والاربع شهور هتبقى كمان سنه ومش هيبقى في انتخابات، وانتوا ماسكين في المكان بايديكم واسنانكم. اشرح لي بس الاول المد جه ازاي، والمنتظر المرحله القادمه هتبقى عامله ازاي بالنسبه للجنه او للاتحاد. لا انا اللي بمد لنفسي ولا اي حاجه، انا جاي بمشن معينه لازم تعمله 1 2 3 4 5. كويس. والميشن دي بجدول زمني محدد من قبل الفيفا كلنا متفقين عليه. نعم. كل شيء اتعمل كان ودين الجدول الزمني ده لحد الكورونا ما جت. كان متخطط لنا في شهر 3 نبتدي الدرافت يجي من هناك من الاتحاد الدولي الاول حاجه، لان احنا قعدنا قبل كده عملنا اجتماعات هنا. نعم. هم جم قعدوا معانا هنا وكل واحد زي ما بيقولوا رص اللي عنده يعني. المفروض كان الكلام ده يجي من هناك. حصلت الكورونا في كل الدنيا، الدنيا فضلت قافلة الفترة دي كلها. صحيح. فضلنا متعطلين 3 4 5 6 7 نعم. كويس. انا النهاردة 7، انا 31 7 كان معاد انتهاء اللجنة. مظبوط. طب يا جماعة في ايه، ابتدينا 6 و7 احنا حتى اللي ابتدينا. اتكلمنا سوا معاهم، ابتدينا المراسلات ابتدت انها تيجي.
طب انتوا هتعملوا ايه الجدول الزمني؟ نرجع للجدول الزمني الاولاني اللي اتأجل بالشكل الفلاني كان النظام الاساسي. من ضمن الحاجات اللي فاضلة هي النظام الاساسي وهم بعد كده تعديل النظام الاساسي يعني واجراء الانتخابات. تعديل النظام الاساسي درافتات رايحة ودرافتات جاية وطب نعمل دي كذا 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 لحد ما وصلنا تقريبا للدرافت النهائي. ابتدت الدنيا النهاردة للتصنيف. انت النهاردة التصنيف عشان الناس اللي بتقولك اللجنة الأولمبية ما ملهاش دعوة ومش ملهاش دعوة. هو حضرتك يا كابتن شوبير أيام حضرتك اتعملت كام جمعية عمومية؟ التصنيف انت بتخلصه بتبعته بعد كده فين؟ اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية ترد عليك لاعتماد التصنيف. قدرنا شالت عدد من الأندية في الانتخابات الأخيرة. تمام؟ نعم. فإذا ده هذا ليس اختراع مننا ولا أي حاجة، ده هو القانون المصري بيقول هذا الكلام. نعم. هاخد من كلمة حضرتك برضو حضرتك قلتها قبل كده. قلت إيه؟ الفيفا هي مؤسسة بتحكم كرة القدم بتعمل تحت إيه؟ مظلة القانون السويسري. مظلة القانون السويسري. في سويسرا طبعا. يعني موجودة في سويسرا. طبعا. الاتحاد المصري أول حاجة هتتقال إن هو ده القانون المصري. فإحنا النهاردة لازم بالشكل ده التصنيف. الكلام ده مش كلامي على فكرة، ده جوابات معتمدة من مؤسسات لها قيمتها. اتقال ان التصنيف لازم يتعمل في نهاية الموسم. تصنيف نهاية الموسم الكروي. نهاية الموسم الكروي. نعم. هتعمل التصنيف في نهاية الموسم الكروي هيبات للأندية أعضاء الجمعية العمومية عشان تيجي تحضر الجمعية العمومية وتصوت على تعديل النظام الأساسي. تمام. خلصنا من أول حاجة في النظام الأساسي اللي هو يعني البند القبل الأخير من الميشن اللي احنا واخدينها. نعم. هتخش بعدها للانتخابات. بس الانتخابات عندك مشكلة، كان عندك قانون مصري مدي ديدلاين بالنسبة للإلكشنز أو الانتخابات اللي هو آخر 10 30 10. وبالتالي هذا التصنيف لا يمكن أبدا أن يعتمد قبل التاريخ ده، وده معناه أنه مستحيل أو استحالة. أنا بقى بجاوب بالنيابة عن حضرتك، استحالة أن يكون في انتخابات. إيه اللي هيحصل؟ يمكن هذا البند بنشوفه مع الفيفا الدنيا هتتعمل إزاي. هل ينفع حاجة استثنائية؟ ينفع حاجة استثني في اللائحة يا فندم، لكن القانون ما قدرش استثني فيه. أنا اللي بجاوب برضه، يعني اللائحة استثني زي ما أنت عايز، لكن قانون بلد ما انا غير قانون الفيفا مثلا. ما هو ولا انا بتكلم غلط هنا حضرتك؟ انا متاسف اني تحولت لضيف. انا متاسف مليون يعني. المية ما انت ضيف، انت اللي قاعد عندي. ف يعني طبعا العلاقه بينك وبين الفيفا، البعض بيقول كان في الاجتماعات اللي هي الزوم دي او الاونلاين زي ما بيقولوا، بعدين بيقولوا فجاه قال لك لا انتوا ناس بقى عمالين تقولوا لنا وتقولوا لنا لا والقصه والحدوته، وقطعوا او لغوا اي وسيله اتصال معاكم. يا سلام يا سلام، ده مين اللي بيقول كده؟ لا والله ولا كلام ولا منتشر. فندم لا، ما اللي يقول يقول ربنا يخلي. ما سيبك من اللي قال وقالوا باترينا وبتاع، واحد قال لك باترينا. سيبك من اللي يقول يقول. بص حضرتك، لا طبعا انا كنت لسه اول امبارح على كونفرنس كول في الجنرال اسامبلي بتاعت الفيفا. بس ده الفيفا العادي، لكن اللينك اللي بينك وبين لا فندم، ايميلات رايحه وايميلات جايه ومفيش حاجه خالص. ما حصلش، ما بلغكوش انه هيوقفوا التفاوض معاكم او يوقفوا التفاوض ليه؟ وانا مجرم ولا ايه؟ حضرتك ما قريتش الكلام ده؟ ما قريتش الكلام ده؟ لا 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 والله ما بقرا خالص. مفيش حاجه من لا مفيش الكلام ده خالص. بند بيروح، طب خلصنا البند ده ونرجع تاني. وبعدين انت النهاردة في جمعية عمومية وفي يوم الاثنين عندهم مكتب تنفيذي. قبل كده كانت الاعداد للكونجرس ده مش عايز اقولك كان واخد وقت قد ايه. صحيح. لا 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 فيش حاجة خالص. والعلاقة خد بالك انا فيفا يعني انا طبعا يعني مفيش الكلام ده. وانا بحكم اللوائح وبحكم الورق انا لحد 30/11 نعم. انا موجود هنا. هيقول لي ما تكلمنيش ولا ما تصبحش على انا ما ينفعش كلام. هل في عناصر خارجيه بتتدخل بتحاول تفسد هذه العلاقه يا استاذ عمرو؟ بص السوشيال ميديا والناس اللي بتجتهد وكل واحد عامل فيها توفيق الحكيم وعمال يكتب وبتاع. بص كلام طبعا انا والله العظيم بقعد اقرا الكلام ده بقعد اضحك انما ولا حد ماسك فيها ولا حد عايزها ولا حد طمعان فيها. واحنا عارفين كويس قوي قوي ان احنا جايين نأدي مهمة. نعم. وماشيين والحمد لله رب العالمين.
ان انا مش محطوط في موقف ان انا طب الانتخابات ومش الانتخابات. انا متأكد من رد فعلي، يعني انا عمري ما هقول عشان الانتخابات هخالف ضميري او مش هخالف او حجامل. طب هو ليه الانتخابات لا؟ يعني خلينا نتكلم بنفكر يعني بصوت عالية، وقدر انت نجحت وقدر اصبحت محل ثقة من الجمعية العمومية، ولسه هرجع اسألك على موضوع تقليل عدد اعضاء الجمعية العمومية، يعني اذا طلب منك يعني وبقى في قبول، يعني هو ليه لا؟ يعني ما هو من اي حد، من اي حد من حقه. انت كنت عضو مجلس اداره نادي الزمالك، انت بحضرتك رئيس اتحاد مؤقت، وبالتالي بتنطبق عليك كل الشروط. يعني ليه كل مره تقول اصل انا مش داخل انتخابات؟ يعني الناس برضو بتاخدها ولا طب ما تدخل انتخابات، وايه المانع يعني؟ لا نمره واحد، انا من اول يوم ماضي على هذا الكلام على فكره. نعم انا ماضي ان انا ما ينفعش انا في اخر المده ادير الانتخابات وانزل الانتخابات. ده قولا واحدا. كلنا نعم. يعني احنا اللجنة الخماسية كلها كده. فده كان من شروط النورماليزيشن كوميتي، مش من شروطها، من خصائصها. يعني انها ايه لا تدير البروتوكول اللي وقع بالظبط كده. نعم. فده حاجة. حاجة تانية، انا زي ما قلت حاجة قبل كده، انا لما جيت اعتبرت ان دي سنة جيش. سنة جيش انا جاي اخدم بلدي. نعم. كابتن شوبير لا يخفى على احد، انا اول واحد بيصحى في البلد يعني. على ايدك. طبعا من الصبح بدري، من مثلا 6 الصبح الواحد يومه بيبتدي، بينتهي 1-2 الصبح. فطبعا يعني اهلي وشغلي وزمايلي واصحابي وكل الناس اللي حواليا اعباء جامده جدا. طبعًا. جدا جدا. بيفرحك انك انجزت حاجه. ده طبعا صحيح. ده شيء يسعد ويسعد اي حد. لكن مش عايز يعني مش ما في البعض بيقول لا، بيقول انت متمسك بيها لاقصى درجه، ودريت مدي لك 4 شهور وعايز تمد لحد شهر 8 كمان. هموت واعمل كده. سيبك من يقول ما حبيتش العمل ولا العام. لا العمل العام فوق. وانا يوم ما قال لي يوم ما اتقال لي تعالى عمل عام، انا قلت ايه تعظيم سلام. صحيح. بس صراعات و و و ايه الجو ده؟ يعني بيني وبينك بقى، ايه الجو ده؟ هو في ايه؟ انتوا بتتخانقوا على ايه؟ هي دي الرياضه؟ هي دي اللي احنا شايفينها؟ هي دي السمو الاخلاق اللي احنا شايفينه؟ حاجات كتيره قوي 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 بتخليك ايه يا جماعة، أنا مش عايز حاجة. أنا مش ناقصني حاجة. الحمد لله. الحمد لله يا رب. والله العظيم ثلاثة، والحاجة ما بتتعمل غير الصح والأصول. بس زي ما بقولك للأسف، كل ما بتشتغل صح أنت بتقفل سكك على ناس كتير. نعم ده صحيح. فالناس دي بتتحول، بدل ما كنت بتمشي تعمل لها كده هو بتبص تلاقي طوب بيترمى ولا يفرق معايا. بس هو ايه الصراع ده على ايه؟ يا راجل ده كابتن عزمي مجاهد. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويصبر اهله يا رب ويصبر كل صحابه. انا بحييكوا على الحقيقه يعني اللوحه الكبيره اللي انتوا عاملينها في مدخل قمه الوفاء. غالي. الله يرحمه. طبعا. اخف دم والز واحد وشخصيه ضحوكه كان مهون عليا الدنيا. طبعا. وكل لسه بتكلم قبل انا وانت قبلها بكام يوم. سبحان الله. مهون. قلت لي ما اقدرش انا ما ادخلش الاتحاد ما اشوفش احد. قلت لك كده والله. لسه مهون عليا الدنيا. بحياه الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. فبص ولي مره واحده هو انتوا بتتخانقوا على ايه؟ بتتخانقوا على ايه؟ ايه الهري ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا مش مستاهله كده خالص. صحيح. بجد والله. صحيح. وبعدين يعني دي في الاخر رياضه، يعني في الاخر علشان ايه؟ بيقول لك ايه ده؟ عشان سمو الاخلاق بين الناس وبين الشعوب. عشان تتقلب الصراعات بالشكل ده. ويلي انا يعني هتقول لي مش بقى امنيتك تخش الانتخابات. انا امنيتي الجو يصفى في كل الوسط الرياضي، ما يبقاش فيه خلافات، نرجع زي زمان تاني. وده ممكن؟ ليه لا؟ ما احنا كنا كده. هو ايه اللي جد علينا؟ صحيح. احنا كنا كده والدنيا كلها كانت كده. بقول لك ايه؟ انا وانا عضو مجلس اداره في نادي الزمالك جينا مره هنا النادي الاهلي، مع كنت انا والاستاذ ممدوح عباس ولو حازم فوزي الله يرحمه والدكتور صبري ابو علم، جينا كلنا هنا على النادي الاهلي. مش فاكر المناسبه كانت ايه.
على الضحك والجمال اللي كنا فيه والاستقبال من الاعضاء. كابتن حسن واقف مستنينا على الباب هنا. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اقول لك انا فاكر موضوع شريف اشرف؟ طبعا 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 ده على يدي انا بقى. وانت شايف طبعا طبعا، لان انا يعني اتدخلت في الموضوع، طلب مني ان انا اتدخل، وكان موقف نبيل من رئيس النادي وحضراتكم، كان الاستاذ ممدوح عباس وحضراتكم، الموضوع خلص لانه قال ما ينفعش تتكلموا في ايه، والزمالك خد حقه تماما يعني طبعاً. فخلاص والكل خد حقه. نعم. وهي طب. دي الروح اللي بين الناس. وقبل كده نعم. في مليون الف ايه الخناق؟ ليه الخناق؟ هل بتزعل لما دايما بيتكلموا على علاقه حضرتك بالاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق؟ لا طبعا، واللي يقول انا علاقتي بالاستاذ ممدوح راجل فاضل، راجل محترم، راجل خير خير. استاذ ممدوح فوق راسي، وكل الزملاء اللي انا قعدت معاهم كلهم ناس محترمين، وعلاقتي بممدوح ده انا اتشرف وكلنا نتشرف. وانا كمان انا علاقتي بيه علاقه جيده، صحيح يمكن ما فيش تواصل او دلوقتي، لكن من الشخصيات المحترمه جدا. وعلى فكره هي علاقه انسانيه بحته. طبعا طبعا. لا احنا لا هو عميل نستفيد منه في ايه، لا هو عميل في البنك ولا نستفيد. عارف حجم المالي طبعا، تم تشويه صورته يعني بما يكفي، ودي شهاده لوجه الحق جايه بالصدفه يعني في حق هذا الرجل المحترم. خلينا نرجع تاني للاتحاد الكوره. تقليل عدد اعضاء الجمعيه العموميه من 225 ل 95 97 اقل ما زعل كتير جدا، والاسهم راحت لحضرتك مباشره. يعني انا الاولانك تشرح الاليه وليه، وهل حسيت انك ظلمت بعض الانديه ولا لا؟ نمره واحد، الاسهم يا اهلا بالمعارك طالما الدنيا صح، بس هي ما فيش معارك ولا حاجه. نعم. خلينا نقول ان انا، تعالى حاسبني لو انا منعت واحد انه يلعب كوره. احنا الهدف عندنا هو ايه؟ توسيع قاعده الممارسه. تمام. لو انا منعت واحد انه يلعب كوره، تعالى قول لي لا انت كده بطلت ناس كوره. انا ما بطلتش ناس كوره. هيك بص، المانيا فيها كام نادي واعضاء الجمعيه العموميه كام؟ بص انجلترا فيها كام نادي واعضاء الجمعيه العموميه كام؟ كويس. النهارده المواصفات المعينه اللي موجوده في الانديه لازم النهارده نقول زي في مينيمم ريكويرمنتس موجود. نعم. تقديري واحترامي لكل الناس اللي هم من ال 225 ناقص ال 95، لو طرحنا منهم ال 95 اللي هيبقوا موجودين. انا ما منعتكش انك تلعب كوره. انا ما قللتش من مواردك الماليه، بل بالعكس ده انا حطيت لك حوافز كمان. وفي حاجات جديده المفروض انها هتظهر. انا عامل للاول والتاني ان شاء الله في دوري الدرجه الثالثه والرابعه مكافئات ماليه. حلو. طبعا. جميل. طبعا. يعني كل اللي بيصعد هياخد مكافاه ماليه. طبعا. عارف ان ده كان موجود زمان؟ وتم الغائه للاسف الشديد. نعم. لا ده انا هقول لك حاجه تانية بقى. نعم. الروابط ان شاء الله. ايوه. لما هتطلع انا عامل رابط الدوري الممتاز اللي هم ال 18 نادي اللي موجودين، لما هيختاروا مجلس مكون من سبعه منهم اثنين من اتحاد الكوره وخمسه من اتنين يعينهم اتحاد الكوره مش من اتحاد الكوره. نعم. وخمسه بانتخابات من ال 18. نعم. نسبه مئويه من عوائد الرابطه دي هتروح لدوري الدرجه الثانيه. الثانيه؟ ايوه. والثانيه هتعمل رابطه هتدي للثالثه. ياه. انا بص حضرتك برضو ما اخترعناش العجله. احنا ماضينا زي ام او يو مع لاليجا مع بتوع الدوري الاسباني، والناس كلها بتشتغل كده. ده صحيح. طب تعالوا، ده هيدي لده وده هيدي لده. التاني مش عارف يسوق نفسه. طبعا. لا التاني هيسوق نفسه لما يكون في رابطه. بالظبط. ماتش الاولمبي والترسانه. يعني بص الاولمبي والترسانه. طبعا في هتلاقي فيه جمهور. خلاص هتبدا تعمل شكل طبعا. الله ينور عليك. فاحنا النهارده الهدف هل هو ان انا اكبر عدد اعضاء الجمعيه العموميه واقلل مستوى كره القدم؟ انت حضرتك هتقلل عدد الاعضاء لكن لن تلغي الدعم، يعني الدعم هيكون كما هو. هتدي حوافز لانه برضو هو يعني بيقعدوا جمعيه عموميه ال 100,000 ولا ال 150,000 ولا ال 200,000 ولا تفصل يا كابتن شوبير تماما بين دي، بين ان انت عضو جمعيه عموميه وبين ان انت كان بيجي لك مبلغ فعلا كذا. مبلغ كذا ده هيجي لك اكتر منه السيستم الجديد، هيجي لك اكتر. ده كلام محترم طبعا. والروابط حضرتك تعمل رابطه الدوري الممتاز القسم الثاني القسم الثالث، والاول مره بذمه ماليه مستقله عن اتحاد الكوره هتدير المسابقه بعيد عن اتحاد الكوره خالص، وده اللي ماشي في كل حته في الدنيا،
وحضرتك سيد العشرين. خلينا افترض انه جه الفيفا قال انه اللجنه بتاعت استاذ عمرو الجناني او اتحاد بتاع استاذ عمرو الجناني مكمل لحد شهر 8 السنه الجايه. خلينا نفترض ده كويس، وبالتالي هتدير الدوري المقبل. تمام، هل هتسمح ان صلاحياتك كلها تروح للرابطه اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ طبعا. وانا جاي اكوش، هو الدنيا شغاله كده وهو ده الصح. انا لا عايز كرسي ولا عايز حاجه، هي الدنيا شغاله كده. هو عشان انا النهارده اقول لا ده في ايدي وده في ايدي؟ لا 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 لا، معاك لجنه المسابقات بتاعتك، انتوا اللي بتحطوا، انتوا اللي بتقرروا. هقول لحضرتك حاجه، لما ازمه الكورونا اللي حصل، الناس اللي لغت الدوري، حضرتك فكرك اتحاد الكوره هو اللي لغى الدوري؟ بالتاكيد لا، مش اتحاد الكوره، الرابطه اللي قعدوا قرروا قرارهم، هم اللي خدوه وقرارهم ساري على اي حد. هيبقى لك دخل في الرابطه؟ اتنين ماشي، لكن الخمسه عشان نوضح الناس ان هم ما يكونوش اعضاء مجلس ادارات الانديه. أيوة. لكن الانديه ترشح، وممكن ترشح واحد من خارج النادي بتاعها خالص. طبعا، هل هيبقى لك دخل فيها؟ يعني هل هتتشاور مع الانديه ولا هتترك الامر المطلوب؟ لا يا فندم، خدوا حاجتكم اهي، خدها درها كما يتراءى ليك. بمجلس اداره بمواصفات معينه هيقعدوا يشتغلوا، قرارهم ساري على الجميع. على الجميع طبعا. زي لجنه الانضباط كده تاخد حريه كامله. طبعا، ده هيبقى خليك سعيد ولا ال- 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 السيطره وال- والقوه وبرضه ما في ناس؟ ده مش النجاح يا كابتن، ده مش النجاح. مش النجاح ان انا امسك كل حاجه في ايدي وانا اللي اقول يا فلان روح. لا 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 لا، هو وهي الدنيا شغاله ازاي؟ رابطه الدوري الانجليزي بص حضرتك شغاله ازاي؟ الاسباني نفس الحكايه، هم دول اللي بيقرروا، هم اللي بيعملوا. انا بقى النهارده الساده الافاضل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره دي، ناس تقعد تفكر في استراتيجيز، تقعد تركز مع المنتخب، تقعد مع الكلام ده اللي هو الشغل اللي المفروض ان هو يعمله. ما يقولكش الحق ده فلان كذا، الحق اجل لي الماتش يوم ولا يومين، الحق ما تاجليش. وعمرو الجناني الرخم ما بيأجلش. تاجلش؟ لا، اجل فين؟ ايه التحدي اللي انت فيه ده؟ هو كده، عشان انا من يوم ما جيت انا قلت انا هعمل حاجه صح. هو انا كان يعجبني ان انا واحد يتكلم في التليفون يقول له اجل الماتش ده، حاضر هاجل الماتش. كان بيحصل. طيب لا، وليه؟ وحضرتك انا من اول يوم جيت قعدت فيه قلت حاجه، قلت مش هاجل ماتش الا الحاجتين، يا قرار امني. نعم. مش دواعي امنيه، قرار امني. او دواعي امنيه دي انت بتقعد تخمن الامور وانا شايف. نعم. ان كذا. لا 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 لا، انا مش بتاعتي خالص. نعم. قرار امني او ارتباطات افريقيه. نعم. حصل كذا مره افريقيا عدلت وانا بعدل على اساسها. لكن بخلاف كده اتحدى مخلوق فيك يا مصر يقول لي انت اجلت بناء على كذا ما حصلش. البعض قال مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول انه كان هناك عناد مبالغ فيه من اتحاد الكوره، وايه كان المانع انك تاجل المباراه يوم ولا يومين؟ الزمالك رجع مرهق وما كانش هناك يعني مشكله انك تؤجل هذا يعني اللقاء، وكان عادي يعني. احنا متعودين انه كان بيتاجل، والبعض لوح انه هيصعد الى اقصى درجه. هل موقفك كان صحيح بنسبة 100%؟ مليون المية، وراضي عن نفسي تماما. هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا. قلنا مش هنأجل إلا بقرار أمني. كويس. والماتش ده أنا جالي قبل الماتش، بعد ماتش السوبر وإحنا في الإمارات. نعم. موافقة الأمن على الإقامة على الجدول اللي إحنا عاملينه بالظبط. يعني إحنا كان 20 و24 أعتقد. نعم. مش كده برضو؟ نعم. مظبوط، 20 و24. فجالنا موافقه من الامن على الاقامه يوم 24. ومره انا دخلت معاك. نعم. قلت لي مش هتاجل، قلت لك حاله واحده هاجل فيها. أيوة. لو الامن قال لي ما تلعبش. مظبوط. انا ما الامن بيقول كده. وابلغت الناديين؟ ايوه يا فندم، الجدول ثابت ومعروف. تمام. والتاريخ موجود وكلها ثوابت. طب هاجل ليه؟ هل 4 أيام قليل؟ لا مش قليل. طيب هل مثلا حد هيستفيد مش حد هيستفيد؟ معرفش، ماليش دعوة. ماليش دعوة خالص. هنعمل الصح، الأساس هو ان انا اعمل الصح. هو التاني هو اللي استثنى. مظبوط.
وانا مش هعمل غير الصح. هل عندك هل عندك يعني من ملفاتك ما يفيد انك كنت صح وانه ما عندكش ادنى مشكله وانه طبعا اجوبتك قاطعه النهارده؟ طبعا اي حد يلوح انه ممكن يشتكيك هنا يشتكيك هنا يشتكيك هنا. الشكوى فندم حق لاي مواطن واي حد واي مؤسسه. اي حد شايف ان هذا الكلام فيه تجني او فيه من حق اي حد ان هو يقدم وانا عندي دلائلي وعندي مستنداتي وعندي تقاريري وعندي كل حاجة اللي هتقول ان القرار صح. المسابقة بنظامها بـ بـ باحوالها بانتظامها بدرجة كبيرة جدا خاصة بعد العودة، ودي كانت المعجزة انه بعد العودة انه المسابقة رغم ضغط المباريات ورغم ورغم انت راضي عنها؟ معايا عبقرينه حسام الزناتي، المهندس حسام الزناتي. انا بفخر ان واحد عنده 26 سنة ونص 27 سنة زميلي وبيشتغل معايا في الاتحاد هنا رئيس لجنة مسابقات، حاجة اكتر من رائعة. كادر من الكوادر اللي مصر تتشرف بيها في الفترة اللي جاية، بقى هم بقى ان شاء الله اللي يديروا عامل حاجة مفيش أروع من كده رغم الضغط ورغم الظروف ورغم الوقت ورغم خد بالك عدم التأكد في حاجات كتيرة جدا. الاتحاد الإفريقي هيعمل إيه؟ طب التصفيات هتتلعب مش هتتلعب؟ طيب ماتشات أفريقيا هتتلعب ولا هتتلعب ماتش واحد ولا هتتلعب ماتشين؟ طب هتلعب ذهاب وعودة ولا هنروح لعب في بلد محايدة؟ كل دي متغيرات. علشان كده في يوم من الأيام الاتحاد الإفريقي احنا كنا عرفنا مثلا الصبح ان القرار هيطلع بالليل، لحد الظهر احنا قاعدين شغالين مستنيين القرار يطلع عشان يرصص اللي بعده، والدليل تم الإعلان الساعة 1 صباحا. الله ينور عليك. مش بإيدي. حتى في ناس اشتكت يا ترى الماتش اللي جاي ايه يا جماعة؟ والله ما بإيد حد لحد ما يجي القرار الرسمي. طب وانا هحط والحقيقة جه القرار الرسمي والراجل أعلن بعدها بساعتين بالظبط كده. القرار طلع من هنا وكان برضو زي ما بنقول السيناريوهات متحضرة. يلا شوط. فالحمد لله عندك رضا. منتخبنا الوطني وفي حالة قلق. حسام البدري مدرب كل طبعا بيثق فيه وقدرته، وراجل عنده انجازات ونجاحات كبيرة طبعًا جدا طبعا. لكن الناس التوقف، عدم استغلال الاجندة بتاعت شهر 10 في الوقت اللي منتخبات بتلعب مباريات ودية، توسيع. هسألك انا السؤال بشكل اتفضل فهم. لو ما كانش حضرتك الدوري رجع كان هيبقى الموقف دلوقتي لا أحسن. موقف سيء جدا. فعلشان كده برضو احنا بصين في النهاية خالص المنتخب والكرة المصرية تمام هتبقى عاملة ازاي. فلو ما كانش الدوري رجع الاحتكاكات الافريقية كنت هبقى جاهز لها ولا مش جاهز لها؟ ده صحيح. فبص ثقتي بلا حدود في كابتن حسام وجهازه الفني المحترم. اكيد ثقتنا في الجهاز الفني طبعاً. ممتازة. لكنه الاعداد نفسه يعني ما هو انت ما استغلتش شهر 10، ما عملتش ماتش ودي، تونس بتلعب، المغرب بتلعب رغم ان في دول يعني عندها حالات الكورونا. بص كون ان العجله بتجري وحضرتك فنيا طبعا ما ينفعش ان انا اتكلم وحضرتك موجود، ربنا يخليك. كون برضو ان العجله بتجري وان هو بيشوف ماتشات الدوري وان 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 اعتقد ان ده هيكون في الفتره الحاليه بعد 4 شهور توقف اعتقد ان هو احسن اعداد دلوقتي. وبص انا مش قلقان خالص، مش قلقان خالص نعم، وثقتي بلا حدود. وان شاء الله الهدف اللي جه عليه كابتن حسام هيعمله ويكمله ونرجع لمستوانا اللي احنا كنا عليه ان شاء الله. الاحتفال بمئويه الاتحاد، وده كان كلام حضرتك في البدايه، عملت حاجه جميله في الاتحاد. انا مبسوط وانا قاعد قدامي اسم حسن الشاذلي، حسام حسن، سيد الدوزوي، مصطفى رياض، محمود الخطيب، احمد الكاس، عبد الله السعيد، محمد ابو تريكه، جمال عبد الحميد، بعضا من الكؤوس، بعضا من الكؤوس موجود. فلا يخليني اروح معاك لقصة الكؤوس ولماذا اثارة هذه. انا اللي اثرتها على فكرة انت اللي عرفتها انا اللي عرفتها وانا في الحاجات دي سوسة صراحة يعني. انا والله بفضل طول انا دايما حتى بقول للساده المشاهدين بفضل ادور على خبر، ما هو في النهاية طبعا ده شغلي يعني ادور على خبر ده الناس. لحد ما بقت هناك قضية، اولا موضوع الكؤوس واختفائها، واشرحها لي بالظبط بقى، كاس ولا اتنين ولا تلاتة، انتوا اللي تقدمتوا ببلاغ ولا تقدم فيكوا بلاغ، اتهامات البعض ليكوا ان انتوا المهملين، وهل ده هيؤثر على فكرة الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم وفكرة تكريم اللاعبين كمان اللي انا مبسوط بها جدا.
احنا اللي قدمنا ولا تقدم فينا. لا هو احنا اللي اكتشفنا الموضوع فابتدينا نعمل تحقيق. عملنا نعمل هنا تحقيق داخلي، تعالوا يا جماعة نشوف الكلام ده فين. احنا النهاردة بطولاتنا معروف البطولات اللي احنا خدناها هي ايه. طب البطولات دي ليها كاسات ولا ليها، لقينا في حاجات مش موجودة. طب الحاجات دي مش موجودة امتى؟ بص على الدفاتر. الدفاتر في، لا ده كان في حريقة وفي اقتحام. طب في الكلام ده اتثبت ولا ما اتثبتش؟ الموضوع مايع مش واضح. كويس. فمن باب اولى لا تعالوا بقى، ده تراث مصر وتاريخ مصر. صحيح. وكرة المصرية احنا بنقول 100 سنة والحاجات دي راحت فين؟ لو اتسرقت ساعة الاقتحام او اتحرقت ساعة الحريقة قولوا انها عايز مستند يتقال ان هذا الكلام. لكن عايز اقوله ده انا اللي مبلغ بيه. اي ف خير من في الوزاره جت في تحقيقات شغاله. مش عايز اتكلم يعني اقول التحقيقات، طالما في تحقيقات شغاله هدفنا هو حاجه واحده بس، نظهر الحقيقه. مظبوط. المئويه يعني مبسوط بنادي المئه. ايه النيه اكتر يعني احتفال المئويه؟ ما انا عارف ان انت يعني ما شاء الله كرييتيف قوي، وفضله واحمد عبد الله والدكتور جمال والدكتوره سحر والاستاذ وليد العطار كلكم يعني بسم الله ما شاء الله انتوا مجموعه متجانسه وجميله، لكنه فكروا في ايه يعني هتعملوا ايه في احتفالات مئويه؟ في مباراه عالميه منتخب ضد منتخب، لو حتى مش عارف نعمله في مصر ممكن نعمله بره مصر رغم ان المناسبه مصريه 100% ان شاء الله. هنعمله في مصر وهنعمل احتفاليه باذن الله. هنخطط لاحتفاليه طبعا، اللي يعني اللي موجود هو اللي يعملها ان شاء الله. ويب سايت لهذا الموضوع، هنعمل كاون داون من نبتدي الايام تبتدي تعد. بص اوعدك بحاجه ما حصلتش فعلا ان شاء الله. استاذ عمرو انا كلاعب الحقيقه يعني انا فزت بكاس مصر كذا مره، وفزت بكاس افريقيا، وفزت ببطولات، وفزت بالدوري سوبر، فزت كل حاجه. فزت بكل حاجه وبلاش رمي كلام على الاخر، خلي اللقاء يمشي على خير. السوبر الافريقي ده كان لسه تراينج يعني. صح. كان لسه يعني ايه كان اللي هو انت عارف لك حلقه بايلوت. ايوه ايوه ده كان بايلوت فيز. ايوه بايلوت سوبر يعني. فبستلم كل يعني دروعي او بطولاتي في الملعب. انا لحد اللحظه دي يعني بفوز بالكاس، مندوب سياده رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الاتحاد طبعا بيسلمني الكاس. طب انا درع الدوري هي. ما هو المانع يعني على الماتش اللي فات؟ لا بتكلم اللي جاي اللي بعده. ايوه لا لا لا, 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 لا. بص حضرتك اتفضل يعني عملت لفته جميله جميله نهايه الممر الشرفي. تمام. التسليم الدرع اللي فات في احد الفنادق بحضور حضرتك وتهاجمت عيني عليها، لكنه كانت جميله جدا، جيتوا متاخرين، لكن ما ايه المانع؟ انا لحد دلوقتي مش شايف مانع يعني. يا كابتن شوبير اتفضل. حضرتك شفت الدوري الانجليزي؟ ايوه. ليفربول كسب الدوري الانجليزي قبلها بكام ماتش؟ نعم. تم تسليم الدرع امتى؟ في الماتش الاخير بس كده. هو انا برضو انا ما بخترعش. هو النهارده خلص الدوري، هنجر خط اتفضل في اخر مباراه. طبعا خلاص ده قرار. طبعا اخر مباراه هيستلموه ان شاء الله في الملعب ان شاء الله. هتعملوا احتفاليه ان شاء الله. طيب الرعايات برضو انا شايف لكم ضحكت قوي. لا لا ما انا عايزك مبسوط. الرعايات اعتقد انه الدنيا اتنقلت معاك في موضوع الرعايات. الحمد لله. قول لي يمكن برضو يعني مش هفوت المناسبه ان انا اشكر الشركه الراعيه. نعم. ماشيه ورانا في كل حاجه. صحيح. حق الله. صحيح. يعني حصل خلافات في وقت من الاوقات، دابت الخلافات، رجعنا تاني، وده جميل طبعا. لا لا كلام ما يزعلش. نعم. انا في الشغل والاتفاق تم تعديل الاتفاق. الحمد لله. يمكن من ضمن كمان الفار. لما جبنا الفار الناس كانت بتقول لك طب حمله على الانديه. وانا يمكن طلعت وقلت مفيش نادي هيتحمل. ده صحيح. وكان عبء مالي جامد جدا. ولا يخفى عليك الظروف الصعبه الماليه اللي كان الاتحاد موجود فيها. نعم. بس وقفت قلت ايه، يمكن عملنا العقد اللي انا برضو بفتخر بيه اللي هو
إيجار بغرض الامتلاك في الآخر. نعم. بس عبء مالي طبعا. انت بتدفع في 3.5 مليون دولار. 3.5 مليون دولار في 3 سنين ونص. نعم. بتدفع مليون دولار في السنة. نعم. فيمكن من الحاجات اللي انا بفخر بيها الحمد لله ان انا عملت الموضوع باك تو باك. بقيت النهاردة بقت شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للكرة المصرية. هو اللي بيتحمل الفار ده صحيح بكل تكلفته. وما زاد عن هذا المبلغ احنا عاملين زي ريفينيو شيرينج بيني وبين البرزنتيشن. جزء يخش اتحاد الكوره وجزء يخش البرزنتيشن. فالحمد لله برضه عشان الواحد لما يمشي ما يكونش سايب اي اعباء على ايه. ده صحيح. حاسس انك اديت دورك على اكمل وجه. راضي مرضي والحمد لله رب العالمين. وربنا يكفينا بس شر الناس اللي مش كويسين. جملت الزمالك؟ اقسم بالله ما حصل. سألني جملت الاهلي برضو. ما هو لك اهو. جيت ناحية يعني قلت اجي على الزمالك شو عشان خاطر الاهلي عشان برضو ما يزعلوش مني يقول ان انا زملكاوي. اقسم بالله العظيم ما حصل خالص ولا مرة. ومن جواك حاسس انه الفترة اللي اشتغلت فيها في اتحاد الكورة او كلفت اسف مش اشتغلتش كلفت اسف في اتحاد الكورة انك اديتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قوي قوي راضي عن نفسي جدا 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 وفخور بزمايلي قبل ما اكون فخور بنفسي. مجموعة اكتر من رائعة اخوات اهل رجالة جدعان نضاف نضاف قوي. ده صحيح. بص يا كابتن شبير. ده صحيح. والله عيال تفرح. بيعرفوا في اللوايح. ده انا عندي قصه واطنة وحياة ربنا موجودين. لا 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 حاجة ما حصلتش. ويعني يقوحوا مع التخين يعني. نعم. أشكرك على هذا اللقاء حبيبي السوبر. ربنا يخليك يا رب. نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا دايما بالتوفيق يا رب إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع أستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. هنروح لفاصل. بعد الفاصل معنا كابتن محمد فضل. عندنا خناقة بقى معرفش اتخانق مع عمرو الجنايني هتخانق مع فضل زي ما أنا عايز. بعد الفاصل.